نرحب بحضراتكم مرة تانية، والحمد لله حالفنا الحظ وعدنا الاتصال بسيدة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عشان نطمن على محافظة الإسكندرية اللي طبعا بتواجه موجة الطقس السيء زيها زي باقي محافظات مصر. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك. صباح الخير يا مصر. لو تطمننا يا فندم على الجو في إسكندرية، الأحوال دلوقتي شكلها عامل إزاي، وأيضا الاستعدادات لمجابهة ومواجهة هذا الطقس السيء. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على كل المصريين. وخليني اقول لا، اسكندريه مختلفه شويه عن كل المدن الجمهوريه في موجه الطقس السيء، فهي الموجه عندنا اشد كتير جدا من بعض المحافظات الاخرى. النهارده بنواجه موجه صعبه جدا الحقيقه. النوى اللي احنا فيها دلوقتي فيها الامواج زي ما احنا شايفين هتصل ارتفاعها من 5.5 ل 6 متر. وعندنا مشكله في الرياح، عندنا الرياح بسرعه من 60 ل 70 كيلو متر في الساعه، بالاضافه للامطار من متوسط الى غزير. احنا من بعد اتصالات الفجر مباشره الامطار عندنا غزيره على جميع احياء اسكندريه، اسف امطار متوسطه، وهتمتد الفترة اللي جاية هتبقى غزيرة. ونظرا لسوء الأحوال الجوية دي، احنا يمكن عطلنا النهاردة كل المصالح الحكومية والجهات التنفيذية، وأبقينا فقط على امتحانات نصف العام اللي هي لأولادنا في الابتدائي والإعدادي والثانوي والمعاهد الأزهرية. طبعا الاستعدادات لموسم الأمطار والنوات، طبعا الاستعداد بتبقى منذ عدة شهور. خليني أقول لك يعني الدور الأول بيبقى لشركة الصرف الصحي المسؤولة عن تراكمات المياه اللي موجودة في شوارع المدينة أو في شوارع المحافظة بالكامل. عندنا أسطول كبير جدا وقوي، أكثر من 110 عربية كبيرة، عندنا بدلات، بالاضافه بيبقى في استعدادات معانا من جانب الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه والمنطقه الشماليه، بالاضافه الى القوات البحريه. طبعا لها بيبقى ليها الدور الاكبر عشان عندها اسطول ضخم جدا يستخدم في هذه النواه. طبعا يا فندم يعني ربنا يسلم الاحوال، وان شاء الله طبعا نتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله هذه النوه تمر سريعا وتمر ايضا بسلام. نشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه.